تحية نضالية لجميع الأحرار، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نهضروا على اكتشاف ذهب جديد في المغرب، ماشي ذاك الذهب اللي فايتين هضرنا عليه بيان سير ديال المناجم وداك الشيء. هاد المرة ديال شركة أخرى كندية، سبعة ديال المواقع في جبل تيشكا، بمعنى سبعة ديال البلايص فهمتيني ديال اليمين كيجبدوا منها الذهب، وماشي الذهب، انواع كثيره من الفضه مثلا، النحاس، الرصاص، الزنك، ايتترا. اذا المفاجاه بالصور جبل تيشكا يخفي كنزا ثمينا. وانا هضره اللي كنت كنقول لكم الخوت، هذه شحال هذه؟ لان المغرب راه غني اخويا بالثروات اللي ما كاينه حتى شي دوله في العالم، بغض النظر على لي ديامون، بغض النظر على، وراه كفايه درت دي فيديو على هاد المسائل، الناس اللي ما شافهمش يمكن نرجعوا لهاد المسائل يشوفوها اللي غلا واغلى، وماشي لي ديامون، واحد العدد كبير من الاحجار الكريمه بحال لي جيم، كاع الانواع اللي طاح لك في بالك يا خويا، وراه حطيتهم لك بلي سيت وفين كيتباعوا، ولا بروفونونس ديالهم منين جايين فهمتيني، لان كل حجره كيلقاوها والا كيديروا لها بحال واحد دام الحالة المدنية ديالها منين وفين وقتاش وعلاش وشحال فيها من الكارا وشحال كتسوى والقيمة ديالها اكسترا اكسترا اخويا. بينما كتلقى الشعب المغربي مازال اخويا ما كيطلب الحقوق ديالو، الطلبة عمر الطلبة اخويا ما عطات الحقوق للناس، الناس كتاخذ الحقوق ديالها ماشي كتطلب، راه سنين وحنا كنطلبوا بحال الجامعة العربية، راه 50 عام وانا كنعقل واللي هي تطلب وتسجب وتدين و و و وشي ما كاينش حاجة ما كتغير بها. إذا نقراو شي شويه شنو اللي جا في هاد الجرائد. قال لك سيدي، أعلنت شركة استيرار أفريكا جولد الكندية عن اكتشاف سبع مواقع تحتوي على الذهب بتيشكا، هذا في تيشكا بوحدها، نواح مراكش في اتجاه ورزازات، في إطار برنامج أخذ عينات رواسب تدفق المكتمل مؤخرا والذي يغطي 100% من التصاريح اللذان ادرجهما المكتب الوطني المغربي للهيدروكربورات للهيدروكربورات والمناجم لونيم في اتفاقيه استكشاف مشروع تيشكا ايست. هذا راه غير تيشكا ايست بوحدي، عاد خلي تيشكا ويست وخلي مناطق اخرى بيسر. الخريطه بيسر اخويا، المواقع هذو اللي كتشوفوا سبعه ديال المواقع في تيشكا الشرقيه. زيد اخويا القراو. وقال فرانسوا لالوند رئيس شركه ستيلار افريكا جولد، واخا كتسمع افريكا مسمينا ستيلار افريكا جولد، ها هو اللوغو ديالهم تا هو حطوا لكم انتم تعرفوها، شو تقراو عليها ونخلي لكم كاع لي ليا وداك الشيء. راه الشركه راهي كندية، يعني الموقع ديالها راه في فانكوفر من الجهه الاخرى ديال كندا فهمتيني، في البريتيش كولومبي. قال لك سيدي سيلار افريقيا جولد وفق الايام انني متحمس لنتائج برنامج اخذ عينات الرواسب، اذ انه يعد اكتشاف سبع مناطق معدنيه تحتوي على الذهب والفضه والنحاس والرصاص والزنك، امرا مشجعا للغايه للاستكشاف المستقبلي. نورمالمون حتى فاش كتشوف دوك لي دوكيومونتير كاين اللي كيبينوا في كندا وفي الاسكا وفي استراليا ديال هذوك اللي كيمشيو يقلبوا على الذهب وديك المسائل، راه يلاه كيلقاو حاجه وحده. حنا راه في المغرب كتلقى نفس المنجم وكتستخرج منه اربعه خمسه ديال 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 ديال, 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 ديال يعني ديال المناجم منه بدقه واحده، كتسوى على رصاص فضه زنك فهمتيني وذهب في نفس الوقت. واضاف بعد اخذ ستيلار تصاريح اكتشاف الذهب السابقه في المناطق المجاوره لها، لان فايت بيان سور عندهم بلايص اخرى بيان سور سميتو في المناطق المجاوره لها، سيتم اعلان عن النتائج عند توفرها. اصلا هما دابا راه ايزون ديزا سيني دي كونترا. هاي الخريطه الثانيه خويا فهمتيني. وكشف برنامج اخذ عينات التيار الذي اجرته اطلس جيو سيرفيسر المغرب في مراكش على سبع مناطق من التمعدن بما في ذلك المعادن الثمينه والقاعديه، وتضمنت المناطق سبع مجموعات من الذهب والفضه والنحاس والرصاص والزنك، وتضم كل منطقه ما بين اثنين الى خمس معادن، من جوج حتى لخمسه ديال المعادن في نفس المنجم. اشوف اصاحبي الثروات اللي عند البلاد وهادشي كله غادي يديو، ما عرفتش شكون كيديو.
حتى كاع ما يدخل صناديق الدولة هادشي ولا حتى شي حالة. وانت جلس اخويا تسنى تتمشى عند الله وتسنى ديك المسائل ديالك حتى هي اللي ما بغيتش تهضر على حقك. ما فهمت اخويا الانسان المغربي ما عندوش كرامة اخويا، ما ينوضش يهضر على حالته ولا ما قداش تسقط النظام تدوي على عطل. اصاحبي لا اضعف ابسط الاشياء بينما كنلقاو شوف تي في ولا واحد العدد من الجرائد كيمشي يقلبوا لك على شي وحدين. انت واش بغيتي المراه كي بغيتي المراه غتكون دايزه حتى في الفوريه تكون كيما كانت تكون عندها الفلوس تفورني عليك ناري يا صاحبي. وكنلقى راجل ديال 50 عام 40 عام ما عرفتش اخويا الحياه وقتاش غادي يعيش وقتاش يسلوز ديالك الى خمس معادن باستثناء المنطقه 7 التي تعد منطقه فضيه بحته الا المنطقه 7 الخريطه ها هي منطقه 7 فيها غير الفضه ماشي الاخرى كله من جوج حتى لخمسه ديال المعادن تلقى واحده اخرى. ويعمل طاقم السيلار الفني في الموقع على البحث عن تكوينات السطح الصاعد للهيكل ديالو كي يدرسوا فهمتيني يعني الجيولوجيه ديال الارض كيفاش دايره باش يتبعوا المنابع يتبعوا البلايص اللي كيكون فيها بيان سور كله دراسات وداك الشيء باش ما يبقاوش يجيو يحفروا هكاك وما راه كيجيو يحفروا ويخسروا الزباب ديال الفلوس لان هذيك راه سهله انفستيسمون تراكسات وماشين وفهمتيني وناس كتخدم والى اخره. مثلا الموقع البحث عن تكوينات السطح الصاعد اي الصاعد للهياكل المعدنيه الجديده التي ستضاف الى الهياكل ا و بي شوف هذا راه ديجا كاين ومازال كيزيدوا القاو التي تم تحديدها على السطح مع تمعدن الذهب في الخنادق على طول اضراب اجمالي يزيد على 1200 متر. دي يا اخي دي كلها ذهوبات كلها فهمتيني. كما سيتم اخذ عينات من جميع المساحات السطحيه الجديده التي تم تحديدها وحفرها وادراج البيانات في تخطيط برامج الحفر القادمه. هانت اخويا راه الناس راه كتحفر كتجبد في الذهب ومازال كتقلب في نفس الوقت وكتعاود تجبد وكتلقى وكتعاود تزيد فهمتي. كما يتطلب اكتشاف مناطق قويه لكل من المعادن الثمينه الذهب والفضه والمعادن الاساسيه اللي هي النحاس والرصاص والزنك هادشي كله كيدخل في الاندستري وفي المسيره متابعه فوريه للاستكشاف بحسب الشركه الكنديه. دابا غادي نمشيو نقراو حاجه اخرى خويا نشوفو شكون هاد الشركه. اوكي بيان سور هنا ستيلار افريكا جولد انكوربوريشن سي ايتو سوسيتي كانادييان كي كونساكرا ليكسبلوراسيون ليفاليواسيون دي ريسورس. هي هذه شركه ديال البحث والترقيب وكتجبد كتاكسبلوراتا حتى الثروات يعني المعدنيه. لا سوسيتي سبيسياليزي دون ليكسبلوراسيون دي سيت ميني اوريفيير سيتوي او كندا كتخدم سبيسيال متخصصه لا في كندا ولا في الريبوبليك ديال مالي ولا في غيني وفي دولتين اخرتين فهمتي اللي هما في غرب افريقيا. لي بروجي دو لا سوسيتي كومبري لو بروجي تيشكا است بما في ذلك المغرب بيان سور منطقه تيشكا الشرقيه. لي بيرمي دي ميدار دخلوا حتى الاميدار الميدار اللي فيها ديجا مناجم وفيت هضرنا على مناجم والى اخره داخلين حتى هما الاميدار بيان سور فضه اخرى غادي يكون عندو هنايا والاخرين هنايا جيرانهم. والثروات راه كتسخرج يا خويا وانت راك عارف اخويا بلا ما ندوي عليك حتى لا انت ولا انا معاك زيدي حتى انا معاك باش ما يبقاش ليك الحال ياك اخويا. لي بيرمي دي ميدار لي بيرمي دروخ ها هو رخص ديال الذهب دو بريكو اي لو بروجي نامارانا هادو كلهم دي بروجي كاينين. لو بروجي اوريفيير تيشكا است comprend 3 permis fit, l'été de la Rojas, contiguës couvrant une zone d'environ 5 km مربع في جنوب مراكش. 5 km مربع كاين هاد لي طرو بيرمي ديال كيتجبدوا منهم هادشي اللي هضرنا عليه سبعه ديال تقريبا سبعه ديال المعادن اللي كيتجبدوا. او ماروك لو بيرمي دارجون دي ميدار نور كومبخون 5 بيرمي كوم في ميدار عندهم خمسه ديال الرخص بمعنى خمسة البلايص كيجبدوا منا. اسمع اسمع اخي ديالي وانت خليك بقى ناعس سالي دوخوك اخويا ريان راه بقى وحال واجيو من المدن واجيو ما نعرف منين وجلسوا تفرجوا في بريان وجلسوا تفرجوا في السينما اللي دايرين ليكم اكسترا
ورات من تحتها راه الناس راه قاضيه شغلها. وجي يخرجوا لك الملك راه حرك جبل بعدا اللي هف وي جبل وي تحرك. فها 90 كيلومتر قلنا هي خمسه ديال لي بيرمي ديال الفضه اللي قلنا في اميدان كيكوفري واحد المنطقه ديال ما يزيد على 80 كيلومتر مربع. صح هو دو لا مين دي ميتر او ماروك. لو بيرمي دور دو بريكرو كومبرون لو سول بيرمي ديكسبلوراسيون دو 369.5 كيلومتر كاري. رخصه ديال الذهب اخرى عندهم فيها 370 تقريبا كيلومتر مربع اي اونفيرون 240 كيلومتر. وهذا بلاصه اخر هذا جا في 240 كيلومتر في الشمال ابيدجان في لاكوت ديفوار. ولو بروجي نامارانا كومبرون ان سول بيرمي ديكسبلوراسيون 52 كيلومتر مربع في مالي. بمعنى راه ماشي غير المغرب كيستغلوا فيه هاد الناس هما لي ديريجون شكون هما اش كيديروا. لقيت حتى في الادمينستراسيون لاكسيون لي زاكسيونير كاين واحد السيد اللي سميتو ياسين بالقادر بالكبير. وهاد ياسين بالكبير افوار كيفاش هو داخل حتى هذا خص واحد يبحث عليه واش يقدر يكون غير اللي فهمتي كيف كيف كيدير مع الجنرالات محمد السادس وداك الشيء كيعطيهم 300 كريمه الصيد البحري ولكن راه كيخلصوا واحد الطرف كيدوز وما كياخذ غير واحد لامارش فهمتي في اعلى البحار وداك الشيء وداك الشيء ما كفي لا محاسبه لا حتى شي حاجه لانه انت اصلا ما عندك سبل واليه المحاسبه الشفافيه. ها هما خرائط اخرى هاي الى درتي مثلا ستيلار افريكا جولد فهمتيني ماروك هذول كلهم المغرب كيديروا خرائط المغرب. الناس راه خدامه اخويا يعني راه كل واحد فيهم الى دخلتي ليه غتلقاه ارتيكل فهمتي. ها هي هذا هو اللوغو بيان سور اللي كنت قلت لكم ديالها ستيلار افريكا جولد. انت خيري الناس راه خدامه مع راسها وانت راه جالس كتفرج ليا في ريان مسكين مات الله يرحمه وصافي راك عارف. شنو اخر كاين هنا ديفلوبر دونك كري دو لا فالور غران جيزمون دونك ديفيني 100% كونترولي بيان سور. هما ملي كيشدو لو بروجي كيكونتروليو هما 100% هما اللي كيتكلفوا به هما كل شيء. البروجي دو 17000 هكتار عندو بروجي ديال 17000 هكتار غازاف مينيرال بروبابل يعني فيه واحد الاحتياطي ديال 1.4 مليون اونز. بمعنى 11 راه هي 100 غرام تقريبا الخوت فهمتي الذهب كيعبروا يديروا سميتو بليزونس ياك. لا ريزيرف الاحتياطي فيه بما يقدروا هما ب 1.4 يعني مليون ونص تقريبا او مليون و 400,000 100 غرام كونفورم على لو نورم يعني مساواة بالقانون. هذا القانون النورم عندهم شي قانون ان اي 43 تري 100 ليكونومي مينيير روبست 399 مليون دو دولار دو فالور اكتويل نت ايون امبو يعني هما تقريبا واحد 399 مليون ديال الدولار فهمتيني كيخلصوا عليها يلاه 5% د امبو. 1550 كيبيعوا 1550 دولار الاونز 100 غرام كتسوى 1550 دولار بارتنر استراتيجيك رويال جولد محمد السادس اخو فهمتيني حتى هو دخل معاهم في لوبسيزون اغياليزي ان انفستيسمون دو استراتيجي دو 8 مليون دو دولار دخل ديجا 8 مليون دو دولار وداك الشيء. المهم ها هو نخلي لكم اخواتي تزيدوا تسمعوا فيه لان هذا الشيء انا راه ولا كيضرني في مخي. شنو هذا خويا هذا جونيور ماينين كيهضر ديفلوبي لو ريزيرف سميتو اجوتي فالور. دائما هما كيهضروا على هذه المساله هذه بلاتي دونسي بلاتي كاريدير. هنا غادي يعطيوك وقيلا حتى شحال كيهزوا في كل بحال دابا طون ديال التراب شحال كيخرجوا طون. انا ما تنساش طون راه ماشي بزاف طون هو ديك البالا ديال التراكس كتهز هزه راه هو ذاك طون كيخلي لهم تقريبا راك كنت قريت ما راه فيك تقريتها بلاتي اخويا تخلي لكم اللي كيهضروا على بلاتي فين هذا كيدير على ابيض جون جو بونس خلي
والبلاتي شوف هنا خويا كنت قريتها ف هذا هو ها هو لو كاناديان ستيلار ديمار اون دو ديليجونس دون لو هوت اطلس صافي راه بدا عاوتاني هنا البروجي داكيستاسيون دو نوفو بروجي ديكسبلوراسيون مينيير دو كاناد ستيلار او ماروك لا كومباني ا ديماري اون دو ديليجونس سور لو بوتونسييل دو سوسول ماروكان اون اور صافي بدا كيجبدو بداو كسميتو كيهضروا نفس الهضره اللي قلنا قبيله تقريبا سدو ديليجونس دوفي افواغ ليو ابخي اون فيزيت كي ايتي بروغرامي اون مارس داني دو بليزيور كادر لهنا فهاد مارس اللي فات كانوا جاو لي كادر ديال سميتو سيناو مع لوفيس ديال لونيم لي كونترا دي جيزمون بوتونسيال ا ترافير لو ماروك او ديال شحال من حاجه في المغرب فهمتيني. Cette visite a été annulée en raison de restrictions de voyages liées dans la pandémie. Le grave, bien sûr, la visite, elle est là que tu as fait. Le grave, dès que je suis la visite, les réunions avec mes élèves derrière, elle part, il y a une vidéo, conversation. Dès que je cherche les signatures, elle est électronique, elle est signée. Je vais mettre le chitel, malgré en raison de restrictions de voyages liées dans la pandémie, malgré les restrictions sur les voyages internationaux, c'est là qu'elle a la chance d'avoir une équipe géologique. À l'intérieur du pays. Mais on m'a rappelé ce qu'il faut. Il y a l'équipe, parce qu'ils ont déjà l'équipe dans le Maghreb, déjà. Il y a qu'il faut, et donc on peut faire le garage. Il y a les dirigeants, il y a les messieurs, les doigts, les téléphones, les tasses. Mais donc il faut l'équipe, les gens dans le Maghreb, il y a qu'il faut le garage, c'est le Maghreb, c'est le cette équipe comprend des géologues ferrats, géologiques, marocains expérimentés sous la surpression du directeur marocain de Stellar. راه مخدمين هو ها هو ياسين بالكبير هذا هو الديريكتور مغربي ياسين بالكبير هذا غادي يكونوا صحاب القصر وداخلين بطريقه اخرى فهمتي مدخلين مخدمين معاهم مغاربه فهمتيني هذا الديريكتور ديالهم هو هذاك ياسين بالكبير اللي هضرنا عليه ودخل حتى كوم اكسيونير وما ظنش بان غيكون ديريكتور واكسيونير في نفس الوقت لان دايرينو تما التوجيهه كل عقار غادي تمشي للعائله الملكيه وزيد وزيد. ادي كونسيي سبيسيال دو ستيلار بور افريك لو دكتور علي الساكواك فهمتيني والمستشار ديال ستيلار في افريقيا سميتو هذا ديريجرا لو بروغرام دو دوي ديليجونس بريسيز لا كومباني دون زي كومونيكي هما غادي يتكلفوا لهم بهذه المسائل هذه بالنقب يعني بالاكسبلواتاسيون الاستخراج وداكشي. Si le résultat de cette due diligence se révèle probant, celle-ci sera suivie d'un accord définitif entre l'ONIM et l'OZEL. Donc, il y a un accord définitif entre l'ONIM et l'OZEL. Le 2 juin 2020, يعني باش عارف راه هادشي راه ماشي تفلي يا خويا راه الناس راه خدامه كتنقب وكتجبد وكتسميتو هنا ستيلار افريكول دو تيرمين لي شونتيون هنا سالاو داك لي شونتيوناج وداك الشيء دي سيديمون دو فليكس دو نوفو بيرمي صافي وسناو لي نوفو بيرمي في المغرب ديال تيشكا اون دي في دانومالي اون اور ارجون صافي ولقاو كلشي لقاو سميتو ها فين هنا فين قلت لكم ديك المساله اللي كنت قال لك مونريال لو 8 فيفري 2022 هذا جديد ستيلار جولد سميتو ترى لا اي تغوز فرحانه دانونسي لي ريزولتا بوزيتيف لان النتائج يعني مزيانه فهمتيني دي ريسون بروغرام دي شونتيوناج ديال اخر لي شونتيون اللي كانوا عندو خداو لانهم كيف قلت لكم راهم كيستخرجوا وفي نفس الوقت راه مازال كاين بلايص اخرى والى اخره فهمتيني دي شونتيون هاد لي شونتيون لي 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 عاودوا لقاو داك الشيء اللي عاودوا داروا دي سيديمون في اليوم هاد السونسور دو بيرمي ها هما لي بيرمي سميتو ك لوفيسيال ماروكان دو لهم ريسامون انكلي دون لاكور زادهم عاوتاني دوطخ دو بيرمي اخرين اللي زادهم اليوم حتى هما في لاكور يعني كل ما كيزيدوا يلقاو ما سميتو الا كيزيدوهم البيرميات تزيد السي جبد الجبد وخذوا هما وياخذوا الاخرين وصافي والمغرب راه حتى راه سير تفرج اخويا في دابا يديروا لك شي فيلم عاوتاني يشوف تي في وداك الشيء الاخر اللي كتعرف اخويا
دونك فوا كومونيكي دو لا بريس اون جانفي بيان سور فيه تهضروا على فهاد الكومونيكي ديال لا بريس ديال نهار 11 جانفي 2022 لي دو بيرمي كي كوفر 28 كيلومتر مربع هادو تزادوهم 100 دولار اي اليس دو بيرمي جو في شمال بيرمي 18 63 كي هيبرج لي ستركتور اوريفيير اي بي في كاين ديك المنطقه ا او بي اللي كنا شفنا في الخريطه فوق منا عاوتاني راه تما عاوتاني 28 كيلومتر حتى تما عاوتاني عطاو 28 كيلومتر مربع اخر بريسيدامون انونسي فواغ فيغور ان سي دوسو قالك شوف خريطه رقم واحد هنا لتحت بيان سير ها هما لي بيرمي اللي هضرنا عليهم دوك السبعه 1 2 3 4 5 سي سات وزادوهم ست ويت هي غادية زيد اخويا زيد مالا اما الخرائط دابا نخلي لكم اخويا هادشي كله وتشوفوا نتوما على عينيكم كنت قريت في واحد البلاصه ما عقلتش بالضبط فين يعني الكميه ديال الاستخراج ديال كيف قلت لكم في كل طون ديال التراب كيهزوه الا وكيلقاو فيه تقريبا واحد لا كونتيتي اللي هي اكثر كاع من المعدل العالمي يعني ديال داكشي اللي مورفين كيلقاه فهمتي اخي ديالي ما عرفت اخوفي من شفتها راني كي كنزيد بحيتها لان دي فوتا كانت انا كنتخربق فيها قالك اذا ريزولتا دي سيديمون دو فلوكس ها هو النتائج لو بروغرام دي شونتيوز اون كور دو جيو سيرفيس دو مراكش او ماروك ا ريليفي 7 زون دو مينيرال انورمال ها يعني قالك سبعه ديال لي زون اللي ماشي طبيعيين ماشي انورمال شي حاجه اللي فوق النورمال فهمتي كومبرونو ا لا فوا دي ميتو بريسيو في نفس الوقت فيهم دوك المعادن الثمينه وفيهم حتى المعادن دو باز اللي هي كيف قلنا في الاول داكشي اللي هضرنا عليه يعني الذهب الفضه النحاس الزنك الرصاص والى اخره واشاك زون كومبرون دو 2 ا 5 مليون نفس الهضره اللي كنا اللي قلنا في الارتيكل الاول من جوج حتى لخمسه ديال المعادن في نفس البلاصه كتلقاها كي بيغمون اون 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 ارجون بور ريزومي لو بروغرام دو سونتياج دو كور دو ايدونتيفي 6 زون انورمال اون اور عندهم سته البلايص كيجبدوا من الذهب خمسه البلايص كيجبدوا من الفضه هاهي 5 زون كيجبدوا منها الفضة جوج ديال لي زون كيجبدوا منها النحاس ثلاثة ديال لي زون كيجبدوا منهم الرصاص ثلاثة ديال لي زون أخرى كيجبدوا منهم الزنك هاهو دايرين لهم لك بلي فيغور 2 3 سميتو في الخرائط فيغور كل وحدة كل فيغور يعني إلا وشنو كيجبدوا منها 2 3 4 5 راه بالأرقام غنخلي لكم أخويا الخرائط ديك جات الأرقام En conclusion, Stellar est très encouragé par les résultats de ce programme. Stellar, j'ai dit que Stellar, فرحانة بزاف ومشجع يعني تشجعات شجعوها هاد النتائج ديال لي زيشونتيون اللي كانوا يعني خداو وعطاو النتائج ديالهم. La découverte de fortes zones anormales يعني اكتشاف مناطق اللي هي فوق العاده فوق العادي يعني انورمال فوق المديري دو ميتو بريسيو ولا سيما الفضه والذهب اي دو مونتو دو باز عاوتاني وحتى في النحاس والبلون الزنك حتى هو بقطع جيستيفي اون اكسبلوراسيون دو سويفي ايميديات ليكيب تكنيك دو ستيلار اي سيغ بلاص صافي قال لهم خاصنا دابا نبداو نجبدو نخدمو كاينش لا صافي الناس راه باغا الفلوس كيشوفو الفلوس لا مليون دو دولار وانت خويا موت في البحر خذوني لله خذوني وراكم قصنا راكم كتعرفوها انا داعين نزيدها لكم تاني من الفوق اكسبلوراسيون دو سويفي ايميديات ليكيب تكنيك دو ستيلار d'occurrence en surface en amont de nouvelles structures minéralisées qui s'ajouteront aux structures A et B ou à l'exil de l'éha donc je vous ai dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit ولا كي ياخذوا دي سيرشونتيوم من بلايص اخرى ايكيب اخرى خدامه مزيانه ومني كيلقاو عاوتاني زيد حتى هذيك غيبداو فيها ليكسبلواتاسيون حتى هي تبدا تجبد فيها هما كيزيدوا
لي زادوا على لا ستركتور ا اي بي ديجا ايدنتيفي اون سيرفاس افيك اون مينيراليزاسيون اوريفيير دون دي ترانشي سور اون لونغ توتال دو بلوس دو 1200 متر. يعني ما كيحفراش حتى سميتو يعني كتلقى السرب ديال الدب غادي 1200 متر قاعده فهمتي كي وما كيحفروها من الفوق يعني ماشي كيضطر يحفر ما عرفش شحال وشحال وشحال الى اخره. توت لي نوفيل سيرفاس دات ايدنتيفي سون اشانتيوني اي ترانشي اي لي دوني انكلوز دون لي بلانيفيكاسيون دي بروغرام دو فوراج ا فينير. ايوا هادشي واش خدام اخويا الخرا نصحكم المغاربه اللي ما كتهضروش عليه ما كتسميتو استرا اموند تابلو تشوفوا هنا شنو كاين شي حاجه واقيه واش تقرا de Marrakech au Maroc pour qu'on se voit réaliser un vaste programme de chantier, vaste programme de chantier. Mais un délire, ça fait le câble, l'aqa, ça fait un fou qu'il y a une taqa, mais non, il y a un loup qui a le bouffe gade, qui a l'atlas, qui a bien, tout le finja, femti. On a dit que c'est qu'il y a des choses, on a dit que tout le monde a un salawat, tout le monde a un salawat, tout le monde a un salawat, او هنا 140 شانتيون هزو فهمتيني في كل بلاصه كيهزو فيها الشانتيون الا كيلقاو فيها فهمتيني كيلقى فيها الترابط اخويا بارك علي هادشي راه كيضر لي بلاصه اخويا وباقي ما تقرا ولا بروبو دي بروجي تيشكا وي فيير كومبرون سون بيرمي طاطات نيم جون نهضر عليك كنت قلت في الاول ممكن هادو كيعاودو حتى هما لا ميم فهمتي هو كل جورنال كل سيت الا كتلقى فيه شي حاجه زايده وشي حاجه ناقصه وشي حاجه سميتو. تحياتي لكم الخوت هاتا واحد دير العرق وكاع ترى واحد الشعبي اخويا سير تبيع راسك. اه راه شفتو هذيك اللعبه مطلوب البنات في الامارات يمشيو يخدمون يمشيو مطلوب راقصات والله الا بصح الامارات لانونس كيديروها صافي عندك تدوي على حقك اخويا المغربي وباقي في ميت تقرا بزاف. شكرا وتحياتي لكم الخوت والى الفيديو المقبل. شكرا بارطاجيو من فضلكم وصلوا وصلوا الافكار لعل وعسى نوض اخويا هذا الشعب على حقه شي شويه. شكرا لكم.